السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أبو عادل. ازيك يا أستاذ؟ ازيك يا أستاذ أحمد؟ تمام الحمد لله، ربنا يكرمك. والله تحول مؤتمر الاستغلاخ ده لمناقشة قضايا المعتقلين في مصر، دي مش حاجة تفرحنا والله، ده أدعى إن إحنا نكون زعلانين جدا. لأن ليه؟ الناس اللي بتتكلم على قضايا حقوق، أنا أقول لحضرتك واحدة واحدة. لأن القيادات اللي بتكلم القيادة بتاعتنا على حقوق الإنسان وعلى الكلام ده ما بيكلمهمش من محض إرادتهم هم، ده من ضغوط شعبهم شعوبهم. شوف قد إيه الشعوب المحترمة بتأثر على حكامها وبتخلي حكامها ينفذوا ويرضخوا لأوامرهم. لو كان على الحكام يا أستاذ أحمد صدقني والله البطل ده بالنسبة لهم لقطة لقطة، لأن هيسلمهم مصر كلها على المفتاح. ايوه، يعني انت شايف ضيوف قمه المناخ اللي بيتكلموا في ملف حقوق الانسان بيتكلموا بدافع الضغط الشعبي في بلادهم عليهم ان هم يتكلموا في حقوق الانسان. وده يحزنني اكتر بقى، لان انا مش قادر انا اضغط واتكلم حتى اطلب حقي في الاكل، حقي في المام، حتى المام انا مش قادر اكل، انا مش قادر اكل، انا عايش تحت قمه الطغيان وقمه الفاشيه. ايوه، خد بال حضرتك، والشعب مرتضي، شعب غلبان خالص، ولو حصلت الفوضى هيجرى ايه اكتر من اللي جاري لك؟ انت مت. احنا بص، انا عندي 57. احنا مش عايزينها ابدا يا ابو عادل توصل لفوضى، واحنا ضد الفوضى وضد التخريب ومع المطالبه السلميه بالحقوق، وده هنفضل متمسكين بيه مهما حصل ومهما تم وصمنا باي حاجه، الا اننا بننادي اهو من خلال شاشه قناه الشرق بالسلمية التامة والمطالبة بالحقوق بالقنوات الشرعية وبالخطوات الشرعية وبكل حاجة بعيدة عن أي خراب أو أي تخريب في البلد. بشكرك شكرا.